اليوم فرحانة بزاف تكريمي كسفيرة القطن المغربي ببلادي وسورتو أنه في بازار إكسبو. كنبغي نشكر صديقتي سلمى العماري وكذلك هاجر الرميد على هاد الالتفاتة وطيبتهم وأخلاقهم ودائما كيشهدوا بأنه أنا سفيرة القطن المغربي وهذا اللقب كيعني لي الكثير وفخور أنني كنتكرم بهذا اللقب المرة المليون. البرامج اللي كنكون فيهم دائما في تريند وهذه المره كان في توندونس حلوه رمضان. كنقول لهم ميرسي بوكو الميك اب فور ايفر ميدل ايست لانه دار فيا الثقه وكنت قد ثقه الحمد لله. الفيديو انتشر ولقى واحد صدى كبير وكذلك محمد شدخ كان وجه لي تحيه. كان بينا يمكن الروح والعفويه هي اللي كتخلي الفيديوهات تنتشر اكثر من دائما التصنع كيخلي الناس ما يشوفوكش ما كيكونش عندك القبول. دوك القبول من الله سبحانه وتعالى وكذلك العفوية شخصيتك كما هي. ما يمكنش ندير انا مكياج عادي حلوة رمضان كلهم كيديروا مكياج عادي. في الحياة العادية كندير مكياج عادي ديال المناسبات ما فيها بس اننا نبدعوا ما نبقاوش في نفس المستوى نطلعوا شوية النيفو. دونك الناس اللي ما باغينش يفهموا ماشي ما كيفهموش ما باغينش يفهموا دبروا راسهم. من الناس اللي كتفهم راه فاهمه في داك الميك اب اللي هو ماشي ديال المناسبات والاعراس والحفلات هو ديال لي فاشن شو الكبار وكذلك ديال لي شوتينغ. دونك نخرجوا على العاده اللي كنشوفوها دائما نكون احسن. شخصية غير يمكن كنخلط في باش يفهموني اكثر وهذا وكنكون بعفويتي اكثر مرتاحة في البرامج المغربية لا اكثر ولا اقل لانه كنقول مصطلحات يمكن ما يفهموهاش ليها. دونك كنقولها مع المغاربة ديالنا اللي كيفهموها من هنا كنكون شوية حبس الفران حيت ما غيفهموش بزاف ديال الكلمات. هذا ما كان هيا ناري وصل العالمية. شوفي انا داك المقطع اللي انتشر انا طلبت السماح من كاع الناس اللي كيفكروا انهم اللي كيظنوا انني انا خطات فيهم الا كيظنوا لكن انا ما كنعتبرش راسي خطات سواء هما سواء جميع الناس اللي عرفتهم في حياتي. ما كنعتقدش انني خطات لانه انا واحد الانسانه اللي ما كنغلطش في الناس وما كناديش الناس انما كندافع على راسي الاكثر ولا اقل. الراحة كنرتاح كنشوف بنتي بزاف كنشوف عائلتي بزاف كنفرح أنا نكون في المغرب وكنشوف عائلاتي وكندوز عليهم كاملين وصلاة الرحيم وحبابي وصحابي. دونك هذا هو الطابع ديال المغرب والطابع ديال رمضان في المغرب كيكون غزال. لو 360 تبارك الله عليكم والله يحفظكم ورمضان كريم ودخل عليكم بالصحة والسلامة. وملي وصل العيد كنقول لكم عيد مبارك سعيد إن شاء الله.